لن نتردد أي لحظة أن ندافع عن هالبنان بالذات اللي اليوم عم نعيش أيام حلوة فيه، إنه يجي واحد يرجع اليوم يخطف لنا أيام من بين إيدينا نحن وعم نتفرج عليه. فإذا كانت القصة بالمظاهرة فمظاهرة، وإذا كانت كلمة فكلمة، وإذا كان حوار فحوار، وإذا كان غير شيء نحن ما حنقصر حتى باللي هو غير شيء. يار الجميل حلم وحقيقة. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات دعاء حمصي فرح السيكفوري والمخرج سيمو مصور. العناوين: أزمة سيولة الأمطار من الرمل البيضاء إلى نفق المطار، وعن السيولة المالية يقول يشوعي لصوت لبنان: في أزمة سيولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، ربما صارت موجودة بالقطاع المصري. اللقاء التشاوري ينتظر رد الحريري وعبد الرحيم مراد لصوت لبنان: طلبنا مبارح، أنا شخصيا اتصلت وطلبت مرتين بمكتب دولة الرئيس الحريري، ما أعطونا جواب لا إيجابي ولا سلبي، ما عدوا ردوا. وقف صادرات الخردة اللبنانية من مرفأ طرابلس إلى تركيا: هذا القرار سبب وقف عمل لآلاف العائلات وأضرار كبيرة. جيمس جيفري: واشنطن ترفض مقايضة تخفيف العقوبات على إيران بانسحابها من سوريا. سمعت بأن أبل A Day؟ أكيد من أيام المدرسة. لا، هالمرة من بنك بيروت. أن أبل A Day من بنك بيروت. بنك بيروت وماستر كارد عم بيقدموا فرص لربح أكثر من 50 جهاز أبل من هلأ ل 31 كانون الثاني 2019. واللي ما عنده ماستر كارد، ما هو العرض للي ما عنده. اتصل هلأ على 1262 لتقدم عليها فورا. شو قلت؟ دوا. بنك بيروت معك لأبعد حدود. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24 على 24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. هل هي النكبة الآتية مع كل شتوة أمطار؟ في فضيحة الرمل البيضاء أكل المواطنون الضرب، ولا زالت التحقيقات القضائية مستمرة على يعقد اجتماع موسع الاثنين المقبل في ساحة النجمة لعرض الوقائع واستخلاص العبر من دون الجزم بإمكانية المحاسبة. واليوم نفق المطار الذي عام بالمياه، وفي كل ذلك مؤشرات إلى اهتراء البنية التحتية وتحول لبنان في كل ملف إلى أزمة مجرور. في المعيشة، هل النكبة آتية بعدما تحولت الصورة الثلاثية بين الرئيس المكلف وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية التي ستصبح روتينية إلى مؤشر مالي يأثر اللبنانيين في مستقبلهم ومورد معيشتهم؟ عادة الفرايد بلاك فرايداي المقتبسة من الخارج والتي يقصد فيها تحقيق التوفير 100% لم تؤدي غرضها لبنانيا، فليس هناك من مشتر، وينسحب الأمر على السياسة والحكومة. فالتوفير 100% في الكلام الحكومي ساري المفعول، وليس هناك من مشتر للتسوية، فتبقى العقدة السنية متماسكة ولا حلول في الأفق. البداية اقتصادية: رفع الفوائد وسقف الاستدانة وتباعد في وجهات النظر بين الحاكمية ووزارة المالية. مروان الأدوم: يبدو أن الحديث عن الخلاف بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي فيه الكثير من الحقيقة، وهو على خلفية موضوع رفع الفوائد وسقف الاستدانة.
إذ تطالب الوزارة بخفض الفوائد، فيما ترى حكمية المصرف المركزي ضرورة ترك الأمر للأسواق. مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي والمالي في لبنان أكدت أن اللقاء الذي جمع الوزير علي حسن خليل بالحاكم رياض سلامي في السراي الحكومي في حضور الرئيس سعد الحريري كان لفك الاشتباك الاقتصادي والوصول إلى صيغة مشتركة في هذا الملف. رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية والمستشار القانوني لجمعية المصارف الدكتور بول مرؤوس أكد أن النظرية الأصح هي ترك الفوائد للأسواق والمصارف على غرار طريقة التعامل في الأسواق العالمية الليبرالية. معدلات الفوائد وسقوف الاستدانة مرتبطة بالأسواق المالية المنظمة أو ما يسمى الفاينانشال ماركتس يلي ما بيحددها الاقتصاد اللبناني ولا القطاع المصرفي اللبناني وما بيتحكم فيها، أيضا مرتبطة بما يسمى الاقتصاد الحر حيث يعود المصارف هي تسعر الفوائد طبعا وفقا لمعايير محددة من مصرف لبنان بالحد الأدنى وإرشادات من قبل جمعية المصارف. أيضا السبب الثالث اللي بيخلي المصارف هي تتحكم بالفوائد هي حرية التجارة، وهودي البعدين الإخرانيات هن البعدين الداخليين إضافة للبعد الأول العلاقة بالأسواق المالية المنظمة. أما لناحية التداعيات فما في تداعيات مباشرة على القطاع المصرفي إذا كان في فعلا هيك خلاف، إلا بمقدار ما ربما وزارة المال بتعود تتشدد بحق المصارف بموضوع الضرائب وفرض الضرائب واستيفاء الضرائب وتحديد كيفية تطبيق الضرائب على المصارف اللبنانية واقتراح مشاريع قوانين عبر الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على المصارف وتدريك مزيد من الأعباء على أرباحها. السؤال الأساسي يبقى هنا، متى يفك أسر التشكيل لكي تسعى الحكومة العديدة إلى الإسراع ببدء الإصلاحات المالية في بلد ربما وصل إلى مرحلة الإفلاس الذي لا ينفع فيه بعد اليوم لا إصلاح ولا تغيير. مروان الدوم، صوت لبنان. الخبير الاقتصادي إيليا شوعي علق عبر صوت لبنان على خلفيات الاجتماع المالي الذي انعقد مؤخرا في بيت الوسط، جازما بأن كل الإشارات تؤكد وجود أزمة السيولة في القطاعين العام والخاص وربما القطاع المصرفي. كل الأزمات الكبرى في العالم كانت دائما أزمات مالية، وواقعا المالية العامة في لبنان محاصرة. البنك المركزي بالاجتماع الأخير مع رئيس حريري بحضور وزير المال هو يلي كمان أظهر عن تردد كبير في إقراض الدولة بالدولار لسببين. السبب الأول أنه ما بقى فيها الكم الكافي من الدولارات المتوافرة، ثم يريد أن يعني يحتفظ بما تبقى له من احتياطات تيستمر طبعا بدعم سعر ثابت للليرة، واقترح أنه يقرض الدولة اللبنانية بالليرة الخزينة يعني بالليرة ولكن بفوائد عالية. وهذا بيأكد على كمان شغلتين، انه كمان الليرة ربما ما عادت متوافرة وربما يضطر الى اللجوء الى الطبع الليرة يعني. وهذا كله بيأكد انه في ازمة سيولة، في ازمة سيولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص ربما صارت موجودة بالقطاع المصرفي. العاملون في المستشفيات الحكومية يطالبون برواتبهم وتلويح بالتصعيد. رنا ريشة. دق عمال وموظفو المستشفيات الحكومية ناقوس الخطر إثر عدم تطبيق السلسلة وعدم حصولهم على رواتبهم بشكل منتظم، ملوحين بتحرك واعتصام إن لم تحقق مطالبهم، بحسب عضو الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية خليل كاعين. نحن بشهر 11 و12 فايتين على أزمة حتى يمكن توصل لتسكير المستشفيات، مش أزمة رواتب بس، لأنه إذا ما دفعوا مستحقات 2018 والمصالحات نحن حنوصل لمرحلة إن دواء للمريض ما فينا نتحكم فيه هالمرضى. بعدين نحن عددنا 4500 موظف، ما هو عدد ضخم كمستشفيات حكومية. 30 مستشفى حكومي تطبب سنويا 450 ألف حالة. لازم على المعنيين من وزير الصحة لوزارة المال لكل الدولة اللبنانية تهتم بالقطاع الاستشفائي الصحي العام اللي هو بوفر فاتورة استشفائية على وزارة الصحة. كلام الهيئة جاء في خلال اجتماع عقدته مع قيادة الاتحاد العمالي العام. رئيس الاتحاد بشارة الأسمر طالب بدوره وزارة المال بأخذ المبادرة لتحقيق المطالب قبل فوات الأوان. دعوة لوزارة المالية لدفع مستحقات المستشفيات عن العام 2018 حتى يصار إلى دفع الرواتب وفصل الرواتب عن مستلزمات المستشفى. الراتب هو الواجب الأول المفروض دفعه بهذه المرحلة بالذات، حيث الوضع الاقتصادي يلقي بظلاله
على العمال والموظفين بكل القطاعات. هذه مطالب محقة ونعمل عليها، ويجب أن ننتهي منها بأقرب فرصة ممكنة تحت طائلة العودة إلى الإضرابات. الأسمر جدد الدعم لكل العاملين في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن الإهمال اللاحق بهم متعمد، والمقصود منه دعم المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات العامة. من مقر الاتحاد العمالي العام، رنا لي شعيد، صوت لبنان. وفي الشمال، أزمة اقتصادية لبنانية تركية على خلفية منع تصدير حديد الخردة إلى تركيا. روعة الرفاعي والتفاصيل. صفحة جديدة توجه اليوم للاقتصاد اللبناني والميزان التجاري بعدما اتخذت الحكومة التركية القرار الشفهي بتوقيف تصدير حديد الخردة من مرفأ طرابلس إلى تركيا. هذه التجارة والتي تشكل في الأساس رافعة اقتصادية مهمة، كون لبنان يصدر حوالي 200 ألف طن سنويا. اليوم وبعد القرار فإن 10 بواخر تنتظر في البحر مصيرها، الذي أضحى معلقا بين الحكومة التركية والتي منعت فجأة الاستيراد كرد مباشر على منع السلطات اللبنانية استيراد شوكولا الويفر وغيرها من البضائع التركية في الوقت الذي أبقت فيه على الاستيراد من الدول الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن آلاف العائلات اللبنانية تعمل ضمن تجارة الخردة، ومنعها يعتبر بمثابة القضاء على لقمة عيشهم. كيف يصف أحد التجار الموضوع؟ نحن تجار مصدرين الخردة تعرضنا لأزمة كتير كبيرة، وهي أزمة رد فعل من السلطات التركية على الدولة اللبنانية اللي منعت استقبال ويفر والبسكويت والشوكولا على الأراضي اللبنانية. هذا القرار اللي اتخذته الدولة اللبنانية كان له آثار سلبية علينا، فردت بالمثل الحكومة التركية ومنعت استيراد الخردة من لبنان، وهي مصلحة الخردة منفس الوحيد لتصديرها للأراضي التركية بحكم الموقع الجغرافي القريب ونوعية الخردة اللبنانية. فهذا القرار بمنع استيراد الخردة من لبنان سبب وقف عمل لآلاف العائلات وأضرار كبيرة، حيؤدي أكيد لزيادة في أعداد البطالة. أما نقيب عملاء وأجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد فقال: إذا هذا العمل تم توقيفه آلاف العائلات بدها تشرد بالمدينة طرابلس، بعقار، ببيروت، بصيدا، بالبقاع، بكل لبنان، على صعيد لبنان كلته. فهذا الأمر بيؤدي خسارة كبيرة، لأنه أول شيء نحن في اتفاقية بيننا وبين تركيا بالاستيراد والتصدير، فلما صارت العملية أنه وقفوا وعطونا مهلة 6 شهور أنه نحن مشان نخلص هذا الموضوع الويفير، ما تمت العملية دغري على السريع الدولة التركية قطعت العلاقات. نحن بنتمنى على دولة الرئيس سعد الحريري يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع ويشد على موضوع ويتصل بالرئيس محمد رجب طيب أردوغان. بواخر الخردة تنتظر في المياه التركية ولم يقبض المواطن اللبناني قيمتها، وفي المقابل بواخر الويفر التركي تقف عند الشواطئ اللبنانية وقد قبض المواطن التركي قيمة حمولتها. فمن هو المتضرر؟ وأين الدولة اللبنانية من هذا الوضع؟ سؤال يبقى برسم المعنيين. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان. تعنيف الزوجات مستمر. مفتش أول في الأمن العام أحضرت إلى مستشفى السيدي في صغرتا وهي مصابة برضوض في أنحاء جسدها نتيجة تعرضها للضرب من قبل زوجها، وتشير المعلومات إلى أن أسباب التعنيف تعود إلى خلافات زوجية بينهما، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الزوجة للضرب، إلا أنها كانت تلتزم الصمت حفاظا على سمعتها في العمل والمجتمع. بعد طوفان المجرور طاف النفق، فلم يكد المواطن ينسى فيضانات الرمل البيضاء حتى طاف به نفق المطار وتحول إلى بركة مياه كبيرة اصطادت السيارات نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت ليلا. وعملت عناصر من مفرزة سير بعبدة على فتح الرجارات في مكان تجمع المياه لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين. الأمطار تركت بصماتها أيضا في الجنوب، حيث عملت فرق الأشغال على شفط المياه التي تجمعت عند مستديرة الزهراني من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلا مصحوبة بحبات برد كبيرة ورياح تسببت بتطاير لوحات إعلانية. المنخفض الجوي المتمركز فوق جنوب تركيا والذي بدأ لبنان يتأثر به سيستمر في الأيام المقبلة مع تساقط الأمطار وتدن في درجات الحرارة. وقد غطت الثلوج للمرة الأولى هذه السنة جبل صنين الذي يعد الثاني أعلى القمم في لبنان ويرتفع 2695 مترا عن سطح البحر.
وكشفت معلومات لصوت لبنان أن التحقيقات بمجرور الرملة البيضاء ما زالت مستمرة في المباحث الجنائية المركزية بإشراف المدعي العام التمييزي سمير حمود، الذي أبلغ صوت لبنان أن التحقيقات مستمرة وقد شملت حتى الآن مجموعة كبيرة من الأشخاص، من بينهم مسؤولون في مشروع الإيدن باي ومهندسون وموظفون في بلدية بيروت ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. وأكد حمود أن التحقيقات دخلت في الكثير من التفاصيل من أجل جلاء الكثير من الحقائق الغامضة حتى الآن، توصلا إلى تحديد المسؤوليات، وكل شيء في أوانه. لا جواب من الحريري على طلب اللقاء التشاوري بعد الفاصل. لبناني وشايف حاله بأسعاره عند لو شاركوتيه كيلو أطريكوت بس ب 9950 ليرة. الأوضاع السياسية عرضها رئيس الجمهورية ميشيل عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة مع الوزير والنائب السابق غازي العريضي. النائب عبد الرحيم مراد أسف عبر صوت لبنان لأسلوب التجاهل الذي يعتمده الرئيس المكلف في تعامله مع نواب اللقاء التشاوري، وقال: طلبنا امبارح، أنا شخصيا اتصلت وطلبت مرتين بمكتب دولة الرئيس الحريري، وبالتالي جاوبوا قالوا راح نرد عليك جواب. لحد هلا يعني بتعرف امبارح لما كانوا مشغولين بالاستقلال نعطي جواب ايجابي، ما اعطونا جواب لا ايجابي ولا سلبي، ما عادوا ردوا. عم بيقول ما في نواب سني مستقلين، يعني مش معترف بوجود، يعني بجوز انا اقول كمان ما في رئيس حكومي، يعني شو المنطق؟ يعني نحن منكلفه لدولة الرئيس يسمي كما شاء الست نواب، بس ما بيجوز الرئيس الحريري يعتقد انه طول ما هو ما قدرش جاب 27 نائب سني ما فيش نواب سني اخرين. غلط منه دولة الرئيس، وغلط منه هلا ست نواب بغض النظر مستقلين او غير مستقلين، نائب اي نائب طلب من رئيس الحكومه يلتقي فيه، هلا يتحمل مسؤوليه دولة الرئيس اذا ست نواب ما بده يعطيه الموعد. رئيس الحكومة السابق تمام سلام اعتبر أن ما يسمى كتلة نواب السنة المستقلين هي حالة مصطنعة وجدت لعرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أن الرئيس المكلف سعد الحريري قدم كل التنازلات الممكنة من أجل تشكيل الحكومة، ورأى وجوب أن يجاريه الآخرون إذا كانوا يريدون فعلا الانطلاق نحو ورشة الإصلاح والتنمية التي تحتاجها البلاد. النائب عاصم عراجي شدد على أن الحل هو عند من عقد الأمور أي حزب الله، وعن احتمال تحديد الرئيس المكلف موعدا للقاء التشاوري قال عراجي لإذاعتنا: ما عندي فكرة إذا الرئيس الحريري إنه والله يعني بده يشوفهم ولا لا، يعني نحن ما عم ننكر وجود أي مكون سياسي، بس المشكلة وين؟ إنه النواب الستة عندهم أوريدي كتل ما عدا اثنين يمكن، وكل كتلة من كتلهم عم تتمثل، هذا الأساس عندنا نحن. الحل شو لما نوصل لهالنقطة هي؟ والله الحل عند الحزب، يعني الحزب يسلم أسماء وزراء وبكرة بتنحل المشكلة، يعني بكرة بتلف الحكومة، دائما اللي بيعقد هو لازم يحل. قرر حزب الكتائب اللبنانية تأجيل مسيرة المشاعل وسط بيروت والاحتفال أمام البيت المركزي في الصيف بمناسبة الذكرى 82 لتأسيسه، والذي كان مقررا بعد ظهر غد إلى موعد يحدد لاحقا بسبب رداءة الأحوال الجوية المتوقعة. إلى ذلك أصدر مجلس الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: طالعنا حسن عليق بالأمس بأرائه حول الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل وظروف استشهاده. إن توضيحنا ليس رداً على من قال وماذا قال، إنما هو وضع للنقاط على الحروف لمرة واحدة ونهائية في قضية لن نسمح لأحد كعليق ومن وراءه بأن يعبث بها أو يتطاول عليها. إن شهداء الكتائب وأحزاب المقاومة اللبنانية وتنظيماتها جميعهم الذين سقطوا في ساحات الشرف خلال قيامهم بواجب الدفاع عن لبنان في مواجهة السلاح الفلسطيني والاحتلال السوري ودفاعا عن السيادة الوطنية وعلى رأسهم الرئيس بشير الجميل، هم لنا قدس الأقداس، وبهم وبكل ما فعلناه دفاعا عن لبنان نفتخر ونعتز. لقد قمنا ولا نزال وسنقوم بما يجب علينا أن نقوم به من واجب وطني
في مواجهة مؤامرات خارجية وتواطؤ بعض الداخل. وعليه أضاف بيان مجلس الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية: فإننا سنتصدى لأي تطاول على شهدائنا ولن نسكت عنه، وسنتعامل معه بما يستحق من حزم وحسم جازمين. إن إرادة حزب الكتائب في إعادة بناء لبنان على سلم من القيم يتفق من خلاله اللبنانيون على مفاهيم سياسية ووطنية موحدة هي إرادة قوية وراسخة، لكن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب قناعاتنا وكرامتنا وتاريخنا وقضيتنا وشهدائنا وتضحياتهم، ولا بمنطق غالب لم يغلب ومغلوب لم يغلب. فبشير حيفينا، أضاف مجلس الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية. وجاء في البيان إن شهداء المقاومة اللبنانية على مساحة 10452 كيلومتر مربع أحياء فينا، وهم منارة لقضيتنا وبوصلة وطنية لعملنا ونضالنا وخيراتنا وخياراتنا وقراراتنا، ولن نسمح لأحد بأن يتعاطى بقضيتهم بفوقية أو استعلاء أو بأي شكل من أشكال تشويه شهادتهم وقداستها. انتهى بيان مجلس الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية. انتخابات الأحد في نقابة الصيادلة والتفاصيل لتراز الخوري. تتجه الأنظار إلى انتخابات نقابة الصيادلة الأحد المقبل، حيث تتنافس لائحتان مكتملتان. حزب الكتائب الداعم الأساسي للائحة المستقلين بعنوان نقابة فاعلة ومنتجة، يدعم النقيب السابق لنقابة الصيادلة غسان الأمين. مرشحان لحزب الكتائب في اللائحة المستقلة: جو سلوم المرشح لمنصب لجنة التقاعد وميري خصوب لعضوية النقابة. ماذا يقول جو سلوم عبر صوت لبنان عن مشروعهم النقابي؟ المعركة هي بين خيارين نقابيين، هي معركة نقابية بامتياز. أكيد اليوم الأحزاب السياسية ممثلة بكلا اللحتين، ولكن هي معركة بين خيار نقابي وخيار آخر. اثنين موجودين كنا بالنقابة. نحن اليوم بهذه الثلاث سنين كان همنا أولا أكيد صحة المواطنين وتوفير الدواء السليم لألون، ولكن بنفس الوقت تحسين الوضع المعيشي للصيادلة. هلا نحن كان هدفنا خلال هالثلاث سنين أنه دائما نكون مع الحق بعيدا عن المحسوبيات والقصص. حزب الكتائب عطى صورة يشهد لها كان في السياسة أو كان في النقابات. رئيس لائحة نقابة فاعلة ومنتجة النقيب السابق غسان الأمين تحدث عن العمل بشفافية ونظافة كف. الهدف أنه يوجد نقابة فاعلة ومنتجة تعمل علاقات كتير جيدة مع السلطة السياسية، ابتداء من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب، رئيس حكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية والوزراء والنواب، وبالأخص مع وزارة الصحة العامة، لطرح ورشة عمل وإيجاد حلول للمشاكل اللي عم تواجهها مهنة الصيدلي، إن كان بالنسبة لتسعير الدواء، كان بالنسبة لهيكلية تسعير الدواء، وكيف نحن نقدر كلنا نوصل لهدف وطني هو تخفيض سعر الدواء، بس مش على حساب جعلت الصيدلي أو على حساب الأجر العلمي للصيدلي ليقدر يكمل. أي صورة لنقابة الصيادلة ستكون على موعد مع الانتخابات الأحد المقبل؟ تراز الخوري، صوت لبنان. ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غسن قلل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية، وأشارت إلى أن هذا التطور يشكل اتهاما جديدا من الادعاء العام. غرد الزعيم الاشتراكي وليد جومبلات فقال: اليابان إمبراطورية الشمس الطالعة، ترى هل سنعرف ما هو سر توقيف كارلوس غوسن؟ هل أنه أساء التصرف في المداخيل كما ورد في الرواية الرسمية؟ وهل ستخرج الحقيقة خارج الهرم؟ أضاف جملات: مهما قيل كان غوسن فرعونا كبيرا على طريقته، خرج من لبنان. أصيب المطلوب ألف زين عند مفرق بلدة الطيب نتيجة تبادل إطلاق النار أثناء ملاحقته من قبل دورية للجيش، وتم نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة. في أي دولة عربية سيحط نتنياهو؟ بعد الفاصل. لبناني وشايف حاله بأسعاره عند لو شاركوتيه، صندوق ماي كبير تنورين بس ب 1995 ليرة.
كشف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أن اشتباكات وقعت بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا من دون أن يحدد تاريخ وموقع الاشتباكات، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقبل بفكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا وتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران تحت أي ظرف من الظروف، وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تتعلق بسوريا بل هي ناتجة عن قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة، ودعا روسيا للضغط على الحكومة السورية وإيران لسحب القوات الإيرانية من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب القوات الأجنبية كافة باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل العام 2011. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو أنه يتعين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مدينة منبج السورية قبل نهاية العام الجاري. وذكر أوغلو في مقابلة مع محطة CNN ترك التلفزيونية أن تطبيق خريطة الطريق شرقي نهر الفرات سيشهد إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدن الواقعة هناك. على صعيد آخر، اعتبرت تركيا أن الاتحاد الأوروبي يتخطى الأعراف بطلبه الإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دمرداش. في غضون ذلك، أقرت الخارجية الروسية بوجود صعوبات في ضبط المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب السورية على الرغم من جهود تركيا. كشف الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي هاني مرزوق أن المحطة العربية المقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستكون في البحرين، موضحا أن هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر لشرق أوسط آخر. مع وصول المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيت لميناء الحديدة، أبدت المنظمة الدولية استعدادها للقيام بدور إشرافي لإدارة الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون. نفت إيران انتهاكها لمعاهدة دولية بعدم كشفها عن كل قدراتها من الأسلحة الكيميائية للأمم المتحدة، ووصفت الاتهامات الأمريكية في هذا الشأن بأنها عارية عن الصحة. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إلى أن هدف واشنطن هو تحويل الانتباه الدولي عن دعمها المستمر للترسانات الكيميائية الإسرائيلية. أكد مصدر في الشرطة الباكستانية مقتل شرطيين وإصابة الثالث بجروح خطيرة خلال محاولتهم منع 4 مسلحين من اقتحام قنصلية الصين في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، وتبنت مجموعة انفصالية باكستانية الهجوم على قنصلية الصين. الصين دانت بحزم الهجوم على قنصليتها في باكستان. وفي باكستان، أعلنت الشرطة ارتفاع محصلة انفجار القنبلة في سوق في المنطقة الشمالية الغربية القبلية إلى 35 قتيلا وأكثر من 50 جريحا. وفي أفغانستان، قتل ما لا يقل عن 26 شخصا بتفجير داخل مسجد في مقاطعة خوست شرق البلاد. انخفض عدد سكان العاصمة الصينية بكين في العام 2017 بنسبة 3%، وذلك لأول مرة منذ 20 عاما حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. احتفلت مكتبة برودهيرست في بريطانيا على مواقع التواصل الاجتماعي ببيع كتاب سيرة ذاتية مخصصة للأطفال حول ملك إنجلترا ويليام الأول بعد 30 سنة من عرضه على رفوفها. ودونت المكتبة عبر حسابها على موقع تويتر: تمكننا من بيع كتاب لدينا منذ أيار 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. تغريدة مكتبة برودهيرست دفعت العديد من المكتبات الأخرى لمشاركة تجارب مماثلة مع كتب منحوسة أخرى ظلت على الرف لسنوات طويلة. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار في الداخل وثلوج على ارتفاع 1700 متر. كان في هذه النشرة: أزمة سيولة الأمطار من الرمل البيضاء إلى نفق المطار، وعن السيولة المالية يقول يشوعي لصوت لبنان: في أزمة سيولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، ربما صارت موجودة بالقطاع المصري. We'll be right back.
اللقاء التشاوري ينتظر رد الحريري وعبد الرحيم مراد لصوت لبنان. طلبنا امبارح انا شخصيا اتصلت وطلبت مرتين بمكتب دولة الرئيس الحريري، ما اعطونا جواب لا ايجابي ولا سلبي، ما عادوا ردوا. وقف صادرات الخردة اللبنانية من مرفأ طرابلس الى تركيا. هذا القرار سبب وقف عمل لالاف العائلات واضرار كبيرة. جيمس جيفري واشنطن ترفض مقايضة تخفيف العقوبات على ايران بانسحابها من سوريا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.